توفيت المواطنة رحمة فرج متأثرة بإصابتها إثر قصف ميليشيات الحوثي لمنزلها الكائن في التحيتة جنوب الحديدة الاثنين الماضي بقذيفة مدفعية تناثرت شظاياها على عدد من المنازل المجاورة بعد ارتطامها بالأرض. سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عيادة طبية مجانية متنقلة إلى قرية غليفقة في مديرية الدريمي جنوب الحديدة، استهدفت مرضى الجهاز التنفسي والنزلات المعوية وأمراض الحميات المختلفة المنتشرة بالساحل الغربي. تعددت أساليب الابتزاز الحوثية التي طالت القطاع الصحي في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيات بذريعة كورونا، وقامت مؤخراً بنشر 300 شخص على مستشفيات ومراكز طبية وصيدليات في العاصمة صنعاء لفرض غرامات على المنشآت المستهدفة بحجة مخالفة الالتزام بإجراءات الوقاية من الوباء.